أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت
وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين صدق الله العظيم.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
بك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به
قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليك. فأشارت إليه. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
وجعلني مباركا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم.